رمضان في الإمارات، إنه الهاشتاج الذي عاد لينشط من جديد بقدوم شهر رمضان المبارك، ليصف خلاله المغردون في الدولة مظاهر الاحتفال بالشهر الفضيل، فكتبوا عن أصوات المآذن والتراحم والعطاء، وأيضاً عن أشهر وأشهى الأكلات الرمضانية التي تشتهر بها دولتهم في شهر الخيرات. مساجد تمتلئ بالمصلين، ومجالس ذكر تمتلئ بالذاكرين. اللهم اجمع أهل الخير في أرض الخير دائما يا رب العالمين. رمضان في الإمارات. وفي تويتر الإمارات أيضاً يتداول المغردون فيديو طريف للشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وهو يمازح رئيس قنوات أبوظبي الرياضية يعقوب السعدي لاعباً دور المذيع ومحاوراً السعدي بشأن شهر رمضان. الحضور الكريم معنا يعقوب السعدي، كيف الحال؟ طول عمرك شيخ. شو الصيام معك؟ زين طول عمرك. ما فكرت انك تفطر ولا غرشة ماي ولا شيء؟ لا الحين لا. اشكرك، شكرا. هذا يعقوب السعدي. والى تويتر السعودية، وجدلون عبر هاشتاج جديد بعنوان السعوديون لا يستحقون زيادة الرواتب، على خلفية تصريح لوكيل المالية السابق عبد العزيز الدخيل، معللا ذلك بضعف انتاجية الموظف الحكومي، الامر الذي اثار ردود افعال مستنكرة عبر الهاشتاج. وفي تويتر لبنان، جدل كبير تفجره أشرطة فيديو وصور لعمليات تعذيب في سجن روميا بلبنان بحق موقوفين إسلاميين كانوا قد أدرموا النار قبل نحو شهر في السجن احتجاجا على أوضاعهم، واحتجزوا رجال أمن فيه. الأفلام المسربة تظهر عنفاً وإذلالاً كبيرين بحق المسجونين، وهو ما أطلق على أثره ناشطون الحقوقيون هاشتاغاً بعنوان حاكم جلاد رومية. حاكم جلاد رومية، بتمنى من الجميع ينشر هيدا الهاشتاغ، لنقول كلنا لا للظلم والتعذيب، لا لانتهاك حقوق الإنسان، نحن بشر مش عبيد. ولكن الهاشتاج وفي ظل الأوضاع المحتقنة طائفيا في المنطقة انتزع من سياقه الحقوقي واللبناني ليدرج في إطار الحرب الطائفية الدائرة في المنطقة، ويتحول إلى حلبة سجال طائفي عالي الصوت أطلقت في إطاره الدعوات لنصرة أهل السنة، على أساس أن الموقوفين يمثلون فئة طائفية معينة، لترد أصوات طائفية من الجانب الآخر تحيي من قام بالتعذيب. لكن العديد من الأصوات بقيت وحيدة تنادي من داخل الهاشتاج وتحذر من عدم الانزلاق، وتلفت إلى أن التعذيب الذي قام به رجال الأمن والإرهاب الذي اتهم به الموقوفون منبعه واحد والمستفيد منه واحد. هنا مركز لتفريخ وتدريب داعش، هل عرفتم كيف تتخرج؟ هل عرفتم الأسباب والجذور؟ ومن المدرب الحقيقي؟ حاكم جلاد رومي. وأخيراً، يتخيل المغردون لو أن بإمكانهم تقديم اختراع للبشرية، فماذا سيخترع كل منهم؟ أحدث الابتكارات تجدونها في هاشتاغ بعنوان لو كنت مخترع كنت اخترعت. لو كنت مخترع كنت اخترعت جهاز يكشف لي عدوي من صديقي. لو كنت مخترع كنت اخترعت مبيد للفقر والجهل والظلم. لو كنت مخترع كنت اخترعت بوابة الزمن لتاخذني لزمن الطيبين. لو كنت مخترع كنت اخترعت شي يخلي أمتنا أمة واحدة ما فيها تيارات ولا انقسامات ولا حروب ولا قتل ولا دمار. لو كنت مخترع كنت اخترعت آلة حب يدخل أي إرهابي أو مجرم أو شخص حقود أو شرير ويخرج منها ملاك على الأرض.